ومع ذلك فإن الجزائر وهي ليست طرفا من الناحية القانونية رغم أنها طرف حقيقي في الصراع من الناحية السياسية، والجزائر لا يحق لها أن تؤوي مقاتلين ولا أن تسلحهم ولا أن تطلقهم من أرضها على أرض المجاورة. وعندما فعل صدام حسين ذلك في الكويت أدب، وعندما فعل ذلك عيدي أمين في تنزانيا أعدم. ويا ويل من يجرؤ في دولة إسلامية أن يمد نفوذه إلى بلد آخر بمسمى توحيدي كالكويت أو صدام عسكري كالسودان أو أوغندا أو بمسمى حقوق إنساني كأندونيسيا. فما بال هذه القوى تغض الطرف عن بلد من أرضه تنطلق العمليات المسلحة والمذابح المنظمة للجيش المغربي والعدوان المستمر المتوقف مؤقتا منذ سنة 1990 ولعله لا قدر الله قابل للاشتعال في أي لحظة. يكفي أن نعلم أن المينورسو يمشي معنا بالقطارة، وأن قرار تجديد القبعات الزرق في المغرب في جنوب المغرب قرار يمدد كل 6 شهور، ونعيش على أعصابنا من إيقاع أن لا يجدد ولا يمدد فيستأنف البوليزاريو وعصاباته المسلحة من الجزائر عدوانهم علينا. ما الذي لا يجعل أمريكا تقف هذه الوقفة العنطرية التي وقفتها ضد العراق مع الكويت؟ ألأن البلد الآخر المعتدي بلد غير مسلم؟ لا، الجزائر بلد مسلم. ألأن لأمريكا تحالفت مع الجزائر؟ بالعكس، إنها تكره الجزائر أكثر من المغرب، فالنظام الجزائري نظام يساري إلى وقت قريب ومناكف ونظام نفطي وغني. أن النظام الجزائري يمشي في اتجاه التجزئة على كونه ولاؤه أقل للأمريكان، ولأن النظام المغربي يمشي ضد اتجاه التجزئة على قربه وولائه لأمريكا. وماذا نفعنا أننا أول بلد في العالم اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية في عهد سيدي محمد بن عبد الله سنة 1774؟ I also know that Islam has always been a part of America's story. The first nation to recognize my country was Morocco. وما نفعنا أن نتمتع بأقدم وأطول معاهدة في التاريخ بين بلدين، هي المعاهدة التجارية والسلمية والسياسية بين أمريكا والمغرب التي عمرها الآن أكثر من قرنين. I also know that Islam has always been a part of America's story. The first nation to recognize my country was Morocco. في حين أمريكا نفسها ليس عندها أي معاهدة مع أي طرف آخر، حتى ولو كان بريطانيا، حتى ولو كان إسرائيل بهذا الطول، لأن عمر إسرائيل نصف قرن، ولأن بريطانيا كانت في البداية موضع صراع واقتتال من أجل الاستقلال. لا يوجد أي بلد، حتى البلدان المسيحية الأوروبية أقرب إلى قلب ووجدان الأمريكيين والبلاد التي يتحالف مع الأمريكيون بحكم الروابط والصلات الدينية والديمغرافية والتاريخية، لا يوجد بلد عنده معاهدة استمرت واستقرت ولم تنقطع طيلة قرنين. ولكن ما ينفع ذلك كله وحظنا السيء أننا ندود عن صحرائنا وأقاليمنا ووحدتنا الترابية في اتجاه المضاد للمشروع الاستعماري الكبير، المشروع الامبريالي الذي شرحه منير شفيق في كتابه الرائع النظام الدولي الجديد وخيار المواجهة، وكتب كثيرة منها كتابات محمد السماك الاستراتيجية، وأدعوكم دائما إلى قراءة كتب هذا الرجل العظيم. وهو صاحب عبارة أن سايكس بيكو الجديدة التي يقودها جورج بوش اليوم هي قائمة على شعار تجزيء المجزأ وتقسيم المقسم. وكما أن سايكس بيكو 1916 قسمت منطقة الشرق الأوسط من أجل التمهيد لقيام الكيان الإسرائيلي، فإنها اليوم تريد إعادة التقسيم لمزيد من التجزئة من أجل التمهيد لقيام إسرائيل الكبرى. لكن الجزائر تمضي في اتجاه التجزئة، ومشروع نظامها وجنرالاتها المعقدين وحاكمها السيء في اتجاه التجزئة، فإذا تنصر الجزائر علينا. هل سمعتم قط رسالة كاذبة حبرا على ورق مدادا مسالا لإدانة كون الجزائر تنطلق من حدودها قوات مسلحة بمالها وسلاحها للهجوم علينا؟ وهذا شيء لا تقبله مواثيق الأمم المتحدة، وممنوع وغير مسموح به، ويواجه بالوعيد الشديد. إن السودان الآن ممنوع أن يرفع السلاح في وجه المتمردين في دارفور على أرضه، فكيف يسمح للجزائر أن ترفع السلاح على غير أرضها لدعم ما تسميه قوى وطنية تحررية وتدعي أنها غير طرف؟
وأن البوليزاريو مستقل وأن الشعب الصحراوي ينبغي أن يقرر مصيره، ثم يقبل ذلك منها. بأي حق تقدم الأمم المتحدة الشرعية الدولية برامج وحلولا ومقررات؟ وصلت الآن 5 حلول. هذا كتاب الحل الخامس، سلطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية لباهي محمد أحمد، وهو ابن الصحراء، هو من الرديبات ومن القيادة الفكرية والإعلامية، قضى 11 سنة في تندوف سجينا، وهو الآن يتنقل في أرجاء الوطن المغربي وخارجه على نفقته لغيرته الوطنية وروحه الصحراوية، مدافعا عن الوحدة الترابية. لا يتلقى أي إنصاف من الحكومة ولا أي دعم ولا حتى تمويل طبع كتبه التي زادت على 10. الحلول 5، 4 منها قدمت الأمم المتحدة، والمغرب صاحب القضية والطرف المظلوم يقبل، والجزائر ترفض. بأي حق ترفض الجزائر؟ هي ليست طرف قانوني كما يقولون، ترفض ثم تأز صنيعتها البوليزاريو وعملاءها من فقراء الدول الإفريقية التي توزع عليهم شيكات النفط فيرفضون. والعجيب أن الأمم المتحدة دائما تطرح حلا وتحدد له أجلا وتهدد في النص، من يعترض أنه سيلقى العقوبة، ويتنوي المغرب فيفهم المغرب الإشارة فيقبل، ثم ترفض الجزائر لا تهديد ولا وعيد، وتحدد له أجلا وتهدد في النص، من يعترض أنه سيلقى العقوبة، ويتنوي المغرب فيفهم المغرب الإشارة فيقبل، ثم ترفض الجزائر لا تهديد ولا وعيد. إذن إذا لم نفقه البعد الثقافي والحضاري لسوء حظ المغرب أو لحسن حظه، فإننا نستطيع أن نفهم تلاعبات أمريكا ومناورات الأمم المتحدة ورواغانات الاتحاد الأوروبي والقوى الاستكبارية.